الوسط الرياضي المغربي بيفقد واحد من أهم لاعبيه فيا ترى مين هو وإيه آخر حاجة قالها قبل وفاته تعالوا نشوف ونعرف تفاصيل عنه وعن مبارياته للعبها وكمان أهم الأهداف اللي سجلها من ساعات صدم الوسط الرياضي المغربي بخبر مؤلم عمل حاله كبيره من الحزن والالم في قلوب كل اللي عرفوه وفاه احد لاعبي كره القدم المغربيه كان له وقع صادم على كل الجماهير سواء المتابعين للكره المغربيه او غير المتابعين فتعالوا نشوف مين اللي توفى وايه اخر حاجه قالها من ساعات صعق الوسط الرياضي المغربي لوفاه احد اهم لاعبيه بشكل مفاجئ اللاعب عبد العزيز براده وأعلن الخبر الاتحاد المغربي لكرة القدم من خلال بيان على الحساب الرسمي له على موقع اكس او تويتر سابقا وقال تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص رئيسها السيد فوزي أصالة عن نفسه ونيابة عن المكتب المديري بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة الدولة المغربي السابق المرحوم عبد العزيز برادة ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه وكذا أسر كرة القدم الوطنية في هذا المصاب الجلل وسبق للراحل عبد العزيز برادة الوفاة المنية يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 أنه حمل قميص المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة ولعب كمان لعديد من الفرق الأوروبية والعربية رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون اللي حصل أن اللاعب المغربي أثناء ما كان موجود في فرنسا حصلت له أزمة قلبية مفاجأة توفى بسببها براده عنده 35 سنه وكان اخر ظهور له من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وشارك مقطع فيديو وهو بيسجل احد اهدافه ضمن فرحه كبيره الا ان الازمه القلبيه منعته من استمرار تالقه. خلونا نستعرض مع حضراتكم نبذه سريعه عن اللاعب المغربي عبد العزيز براده واهم الانديه اللي لعب فيها. عبد العزيز براده اتولد في 19 يونيو سنه 89، لاعب للفريق الثاني لنادي باريس سان جيرمان من 2007 ل 2011، وكان ضمن فريق المنتخب المغربي الاولمبي والمنتخب الوطني المغربي الاول، في 2014 انتقل لنادي اولمبيك مارسيليا قادما من الجزيره الاماراتي، وفي 2016 رجع للدوري الخليجي ضمن صفوف نادي النصر لثلاث مواسم، وخاض 28 مواجهه برفقه المنتخب الوطني الاول المغربي. كمان اول مباراه كانت مع المنتخب المغربي للكبار المغرب وبوركينا فاسو 2-0 وكانت في 2012 واول هدف دولي مع المنتخب المغربي للكبار المغرب وموزمبيق 4-0 في 2012 وعدد مبارياته مع منتخب الكبار 28 وعدد اهدافه في نفس المنتخب 4 بمجرد انتشار خبر وفاه اللاعب المغربي عبد العزيز براد على مواقع التواصل الاجتماعي ضجت حزنا على وفاته والكل تاثر بمعرفه الخبر وكل الجماهير دعوا له بالرحمه والمغفره وجت التعليقات البقاء لله وحده ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين انا لله وانا اليه راجعون ادعوا للاعب عبد العزيز براده بالرحمه والمغفره والاهل وحبيبه بالصبر والسلوان على فراقه